صبار ما عرفتكوش شكون هو يوسف الفارسي. يوسف الفارسي هو واحد الدري كيدير التعاملات العمليه ديال الاسهم ديال الشركات. الا بغيتي تشارك معاه كاين الثمن ديال الفي اي بي وكاين الثمن ديال برو 5000 درهم. الا بغيتي تشارك بالفي اي بي الثمن ديال الفي اي بي 3300 درهم تلقاو لي على التحت في الديسكريبسيون. كاين البرو 5000 درهم اخوتي. المهم هادشي درت شويه قصير صراحه الحلقه الجايه وغنعرفكم عليه نزيد نعرفكم عليه اكثر اكثر اكثر. المهم الا بغيتو تشاركوا غتلقاو لي في الديسكريبسيون تلقاو الانستغرام تاعو في الديسكريبسيون تلقاو النيميرو ديال الواتساب ديالو في الديسكريبسيون. بيس. Doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.